يعني ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اولا نعتذر عن التأخير، شكرا ان انتوا جيتوا في ميعادكم، يعني يوم الحد دي حاجة صعبة قوي. طب حلو قوي، الصوت مسموع كويس؟ حلو، والصورة تمام؟ نعم؟ احنا الاضاءة نقدر النور اللي جاي عندك ورا ده من النور النور اللي ورا ممكن نطفي نور؟ بس مش مشكلة. طب ينفع تدمر سنة؟ طيب في كام فوتوغرافر قاعد؟ ده جميل. اللي مش فوتوغرافر كام واحد؟ مين طيب ولا ما لا؟ مفترض السفر. ايوه كده عظيم عظيم. وانا كمان بصور وتصوير بصور بقالي سنين، وبحب فكرة الكالتشرز والثقافات والبني آدمين. كان أصلا عندي مشكلة في التعامل مع الناس أصلا من زمان خالص، أول ما ابتديت تصوير وكنت بصور حاجات كلها إيه ما بتقولش لأ، يعني سواء بقى مباني حاجات لاندسكيبس أو كده. وبعدين حسيت بالطمأنينة شوية، ودي حاجة مقلقة دايما من زمان، يعني ان انا اول ما احس ان انا مطمن احس ان في حاجة غلط، فكنت دايما عايز ابعد عن القصة دي واروح بره، يعني اوت اوف الكومفورت زون يعني. فابتديت اتجه لحاجات كتير ليها علاقة بالتصوير، جربت حاجات مختلفة قوي، يعني من مش بحب بني ادمين نزلت في الشارع بصور. وبعد كده ابتديت اشتغلت في الصحافة 10 سنين، وبعد كده ابتديت في تصوير السفر من خلال الصحافة، يعني دي اللي خلتني أسافر، وبعد كده سافرت بقى حاجات كتير قوي. فالنهاردة هشارك معاكم كده ايه اللي ملوش علاقة بالسفر اللي هو الكليشيه ترافل فوتوغرافي يعني، وهنتكلم برضو في ايه كليشيه وايه لأ. الكليكر انا في دلع نسيت. تعال نشوف بس هيشتغل ولا لا الاول. ايوه الحمد لله. طب كويس. طيب ده اول سؤال بقيت بساله لنفسي كتير قبل ما اسافر، انا ليه اصلا عايز اسافر؟ ليه اسافر المكان ده؟ وده سؤال صعب قوي، يعني اكتشفت ان هو سؤال صعب جدا جدا ومش بعرف اجاوب عليه بسهوله، لانه طبعا عايز اسافر عشان انا زهقت وانا تعبت وانا عايز انبسط وعايز اغير جو، وفي نفس الوقت اكل حلو، كل الحاجات دي تمام، بس ايه اللي جوه بقى؟ يعني الواحد عايز يسافر ليه؟ دايما حطوا السؤال ده مش بس في السفر، حطوه في حاجات كتير. انت ليه عايز تعمل المشروع ده؟ ليه عايز تصور الصوره دي؟ ليه عايز تصور بورتريت ده؟ ليه اصلا الشخص لما تشوف حد في الشارع تحس انه ايه ده؟ انا عايز اصور الشخص ده، ليه عايز اصوره؟ دايما اسالوا نفسكم السؤال ده وحاولوا تجاوبوا، مش انا عايز اصوره ولا لا، لا هو ليه اصلا؟ الموضوع جنرال واكتشفت حاجات كتير قوي، يعني السؤال ده بيفتح المخ جدا، والسؤال ده بيساعد ان الواحد يشوف حاجات تروح تلاقيه اصلا مهتم في تقرا عنها، تشوف المكان، تسمع مكان، تشوف بيوت ناس اصلا، مش غير بقى انت تروح التورستيك اريز وخلاص. تسال السؤال ده، تسالي السؤال ده، دي اصعب حاجه بقى كفوتوغرافرز، يعني هاخد معايا ايه اكويبمنت؟ يعني هل معايا
شنطه بقى متوحشه فيها كاميرا و15 لينس عشان ما ندمش وكده، ولا هي قرار عدسه واحده وكاميرا واحده، ولا باي اكسبيرينس هكتشف ان انا هصور لاندسكيبس او ديلي لايف او بورتريتس، فانا هاخد لينسز انا فاهمها شويه، ولا موبايل. يعني في كيسز كده بتبقى بص بشكل دي مثلا الفوتوغرافي دي مسكت التليفون، كان شايف اطلع غير التليفون، وكنت في المغرب في حته صغيره، ولقيت يعني هناك في السويره النورس يعني زي القطط عندنا كان وحش قد كده، ومفيش تجربه انها تقرب في المكان. فانا شفته واقف فوق، هما كتير قوي وهو تقيل قوي لدرجه انه انا مش فارق لي اصلا ان انا اتصور، واقف فوق. فانا عشان اصوره طلعت بالراحه. اوكي انا كنت خايف يخطف التليفون اصلا يعني للليفل ده، يعني شفته بيعمل ايه في القطط يعني. فارفع قربت منه وصورت في سكه تانية خالص، هي البورتريتس اللي هو قرار بيبقى من الاول، انا رايح اصور بورتريهات فانا هاخد لينس بتاع ده. انا من مدرسه العدسات الثابته، يعني معظم الصور اللي هتشوفوها تلاقيها بعدسه 35 وعدسه 50 وعدسه 100 او 85. ما بحبش الرينج لينسز، بحب اقرب فيزيكال، بحب اقرب برجلي، عايز ازوم ان هزوم ان، عايز ازوم اوت هزوم اوت برجلي. واكتشفت ان ده مع الوقت ان كل ما انتوا تقربوا فيزيكال بشكل شخصي يعني، كل ما بتكسروا باريرز ما بينك وما بين الشخص انت بتصوره، فالناس اللي بتتفرج على الصور تبقى اقرب للصوره يعني. وفي سكه الديلي لايف بقى اللي هو انت لازم يبقى معاكوا 35، 35 دي اصعب عدسه ممكن الواحد يصور بيها، واحلى عدسه برضو لان هي لا هي زوم ولا هي وايد، هي مش طايله حاجه يعني، بس مهمه قوي في الحاجات اللي فيها ديلي لايف. فلو عايزين تغطوا الرينج اللي هو من 35 ل 100، ده الحته اللي الواحد ايه يصور بيها يعني، او دي عن تجربه يعني. ان انا في الاول كنت بشيل شنطه زي الداهيه، وبعد كده ابتديت اتعالج من ظهري، فدي بقت مشكله، انا راح اسافر واتصنبسط برجع اروح المستشفى، فلا مش هعمل كده تاني. بعد كده خدت قرار ان انا هسافر بكاميرا واحده وعدسه واحده، بعد كده حسيت انه حلوه جدا وبتخلي مخي يشتغل، بعد كده لا ده انا عايز اعمل حاجه بقى مختلفه خالص، وهي ان انا هذاكر واشوف انا عايز اعمل ايه بالظبط، واعمل شوت ليست، وعلى اساس ده هصور. اكتشفت برضو حاجه مهمه قوي في السفر، وهي فكره الواحد يبقى بريزنت. يعني ايه يبقى بريزنت؟ ان انا لما بصور اول مثلا انا سافرت الهند، فاكر الخضه اللي جات لي، قعدت يوم كامل عندي شوك يعني، مع انا جاي من مصر يعني، المفروض يعني حسيت ان انا في مصر شويه بس تايمز 1000 مثلا يعني، تخيلوا بقى انتوا في القاهره بس تايمز 10000 مش 1000 حتى، في الريحه وفي الشكل وفي الالوان وفي كل حاجه يعني، كان الموضوع انتنس. وبعدين كل حاجه حلوه والناس بتتصور عادي جدا، غير هنا الموضوع صعب شويه. فكده اكتشفت انه ايه ده، انا عندي بانيك، انا مش عارف اصور. وبعدين ابتديت الوم نفسي ان انت بتضيع وقت، انت لازم تلحق نفسك بسرعه. فبقى عندي بانيك بتاع لازم اخد نفس، لازم اخد نفس، وما قاومش الاحساس ده وتقبله. تقبلته، قعدت اليوم ما بصورش، بأوبزرف بس، الله عمه حلوه، الله شنب خطير، الله اوف الوان، الله يفط. كان عندي حاله هلعه يعني. الهند برضو كنت بحلم بيها من سنين يعني. قعدت اليوم الاولاني بأوبزرف، وقررت انا مش هصلي على الكاميرا، شبعت كده وما شبعتش برضو قوي، بس يعني اطمنت شويه. تاني يوم ابتديت ارتب افكاري، واللي هو لا 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 انا اركز، مش هينفع ابقى مشتت بالشكل ده، لازم ابقى بريزنت، لازم ابقى انا هنا دلوقتي، انا هنا ومش هقعد افكر في لا فيوتشر ولا باست، لازم ابقى في دلوقتي، لان ده التفكير في المستقبل وفي انت هناك خلاص. فما تقعدش تفكر يا نهار لو انا عملت، ولو سالت ما طب لا ده انا يا ريتني كنت جبت معايا. انت هنا معاك الكاميرا بتاعتك، معاك تليفونك، تصرف وتصرف، ما تحلمش كان معايا 70 200 بس، لا لا انا معايا 50 وانا هقرب من رايح احضنه يعني هقرب خالص، اوصل للماكسيمم
بس مش هقعد انف في ضميري واقعد افكر في حاجات تانية. بي بريزنت. وبي بريزنت برضو فكره يعني دي اخر سفريه عملتها وكنت سالت نفس السؤال ده، انا ليه عايز اسافر؟ انا كان عندي مخي ما كانش عارف يرتاح خالص بسبب حاجات كتير قوي، وبسبب الشغل الكوميرشال، العالم الكوميرشال يعني بتخش المفرمه خلاص ما بتبقى ايه تنام تصحى اوب اوب اوب، ما فيش موضوع صعب قوي. كنت مفتقد قوي موضوع السفر. وبعدين قررت انه انا سالت نفس السؤال ده، انا ليه عايز اسافر؟ عشان انا محتاج اقعد مع نفسي شويه، اكلم نفسي، اقعد في محتاج اعمل ريستارت للجسم والمخي، ومحتاج ابعد عن الماتيريالستيك وورلد يعني. فسافرت نيبال، دي كانت ثالث مره اسافر، بحب ارجع للبلد كذا مره، هقول لكم برده ده في السكه. وبعدين دي كانت سفريه صعبه قوي لان التوقيت بتاعها كان صعب من غير تفاصيل يعني، وكانت انتنس يعني، اليفيشن 5400 وهايك 13 يوم، كانت انتنس تجربه وانتنس تفكير هاخد معايا ايه بالظبط، لان الربع كيلو او يعني الجرام بحساب، انت هتشيل كل ده على ظهرك وهتمشي بيه 13 يوم وطالع اليفيشن في حته مش مفهومه، يجي لك التيتيود سيكنس وحصل. بس الفكره ان وانا هناك في السفريه دي قد ايه انت شخص، احنا ولا حاجه يعني كبني ادمين مثلا يعني، حجمنا صغير قوي قصاد الجبل الرهيب والنيتشر الرهيب بتاع ربنا يعني، واحنا بجد ايه ده، واحنا ليه بنعمل في نفسنا كده، وايه السوشيال ميديا دي بتدمر الناس دي، وايه كل بقى الاسئله الوجوديه طلعت. وابتديت ابقى طب اعيط، طب انا مش عارف اعمل ايه يعني، اعيط ولا اضحك ولا انا ايه المفروض اعمله مش عارف. اكتشفت انه الجايد بتاعي اللي قال لي كمان اسمه صام، قال لي انت محتاج تبقى بريزنت. قلت له ابقى بريزنت يعني ايه؟ قال لي بص حواليك، شوف حجمك قد ايه قصاد الحاجات العظيمه دي، ما تقعدش تفكر في ماضي وفي مستقبل، فكر في دلوقتي، فكر في نفسك، دي مش انانيه بس فكر في نفسك دلوقتي، وحاول تنبسط باللي انت شايفه وتابريشيت كل لحظه انت فيها، ويعني ليتر يعني تحمد ربنا يعني اللي انت فيه يعني واللي انت شايفه ده، وامشي اليوم بيومه، ما تفكرش في بكره ولا تفكر في امبارح. والوجع اللي عندك من الشنطه النهارده ده يومين وهتتعود عليها ومش هيبقى عندك وجع خالص، وده اللي حصل فعلا. كل ما تبقى present كل ما هتبتدي تلاحظ حاجات مختلفة، تبتدي تقرب من الناس بشكل مختلف، وتلاقي الناس بتطلع لك من تحت الأرض كده، اللي هو أنا مركز قوي لدرجة أنه إيه ده، أنا I'm appreciating كل لحظة. فهتلاقوا أنه فجأة تلاقوا البنات صغيرين out of nowhere بيطلعوا يلا وتعالى وديك البيت عندنا وتاكل، وقعدت اللي هو انا مستسلم سايب نفسي تماما وماشي بالانتويشن كده، اشوف انا ايه اللي هيوديني ويمشيني واروح معاه. يعني طبعا مش هقول لكم لازم تصحوا بدري بيزك يعني المصورين والله بيتعبوا يعني، عشان بس اللي ناوي يخش في التصوير جود لك يعني بعدين بقى. دي مش في دي في مرسى علم عادي، بس يعني كان مومنت اوف سايلنس كده، وان هو مش اتمشيت لوحدي كده فجاه لقيت المشهد ده. طيب يعني هتكلم على الهند تاني. الباباز دول اللي هم الهولي مان بتوع الهند، وفي هناك كاتيجوريز اكتشفتها في كوميرشال بابا. البابا ده اللي هو هولي مان يعني، هو اسمه بابا. تمام تمام ولا ايه؟ حلو ماشي. فاول ما رحت على الفيجوال على طول، اوف وعمه وبتاع وحاطط الوان وشنب قد كده
ورجل بتطلع حاجات بقى غريبه جدا. فاللي هو اوف انا شفته ده في الصور وبتاع بابا، جيت اصور لات فلوس اهلا. انت المفروض بابا هولي مان وبتاع بتاع ربنا مش بتاع فلوس يعني. فدي ايه كانت اول صدمه بتاعت ده طلع بابا نصاب. فبقيت عندي سنسور البابا يعني، بقيت مسميه كده، وده بينفع في حاجات كتير يعني. ببقى فاهم ان هو كوميرشال، فإذر هستغله برضه عشان انت بتستغلني، او لا لا انا هبعد عنك. فانا هوريكم مثلا نموذج الكوميرشال بابا، ده كوميرشال رسمي، هو فيري انترستينج رهيب، بس ده بتلاقيه قاعد على الناصيه اللي لازم تعدي عليها مثلا يعني. بيزك هتمشي في الشارع لازم تشوفه فتعرف ان ده كوميرشال. بلس في ايه التحابيش والحبشتكنات والالوان، وحسك عينك ترفع كاميرا قدامه هتدفع دم قلبك، معروفة يعني. بابا بفلوس ويعمل كده. أنا ما دفعتش بصراحة. يعني بقى عندي سكة مع القصة دي، بدفعهم ساعات. بس اللي هو في رد كده كومبو يعني ممكن أشارككم يعني لذيذ قوي، وهو هات فلوس. أنت مين متعرض لهات فلوس دي؟ تدفع ولا لا؟ ما بتصورش اصلا، بترمي الموضوع خلاص. ما هو بص دي وجهه نظر ان انت تبتز فيك يعني، ده حاجه. بس لو انت عاجبك قوي كاركتر وحاسس انك في كونكشن، ممكن تعافر شويه لو حسيت انه يستحق. في كيسز طز بتمشي طبعا، وفي كيسز تانية اللي هو تعالى عايز فلوس، حلو جدا. طيب بص انا هعمل لك الصوره دي ببلاش، انا عاده باخد فلوس من بصور الناس. فبيحصل تويست كده سريع بتاع تصدق انا ممكن ادفعك خمسة، لا هعملها لك بلاش عشان انت راجل محترم. فما الاف ده بنسبه 50% او اكتر كمان 60% بينجح لو حد طلب فلوس يعني. لو واللي هو هعملها عشان خاطرك والله العظيم هعملها لك بلاش. هوريكم لاس كوميرشال عشان برضو يعني مش عارف اشرح ده كوميرشال بس انترستينج يعني. ده واحد معاه هو اللي بيطلب فلوس يعني، ده برضو كان لطيف يعني. بس برضو يعني اكل عيش برضو يعني، هو عارف ان الناس بتيجي على الصور دي في الهند، فبقى بابا فلوس يعني. ده اقل برضو يعني، ما طلبش فلوس بس السنتر ابتدى كل ما البهرجة تقل وكل ما يبقى بعيد عن الاماكن الاوفيس مش كوميرشال خالص بقى. صباح الفل تمام بقى، قاعدين مع نفسهم واستأذنت وقعدت معاهم وكان الموضوع لطيف بقى. فالسنسر على البلد يمشي على كل حاجة، ما تحكموش على الناس من أشكالها، اللي هو أوف بص البيرسينجز والتاتو دي أد كاركتر يلا روح الشرط، ممكن أخصى بعيد جدا بس في روح رهيبة تقدر تطلعه من نورة خطيرة، تقدروا انكم تبقوا اصحاب اصلا، مش مجرد انه انت عامل كل حاجه عشان تبان. مش شرط يبقى هو ده اللي هيخليني يشدني يعني، ده الاوبفيوس شد اللي هو مش شرط يبقى حقيقي، ممكن يبقى الشخص ما فيهوش مشاعر تماما يعني. فما يعني حاول ما تروحوش على الاوبفيوس على طول يعني. لطيف طبعا وانترستينج واوف وكده، بس ممكن يبقى شخص طبيعي جدا ما فيهوش عامل حاجه ويبقى مور انترستينج اكتر للكلام معاك. وده اللي بيقلب انك ما تخافش اصلا. مين كم حد بيخاف يتعامل مع البني ادمين في الشارع ويصورهم؟ يا جماعه في ايه؟ ليه كده؟ في حد حصل حاجه ولا ده قلق بس؟ هو طبيعيين عامة يعني، انا خايف وما زلت يعني. كل ما ببعد عن التصوير الشارع وارجع تاني حتى لو بعدت اسبوع برجع ببقى قلقان يعني. زي ما جيت كده دخلت لقيت المسرح ده، ايه ده ما كنتش عامل حساب كده. فبس تمام يعني شايفكم دلوقتي، شايف عيني، فده حاجه لا او اكشلي شايف بصراحه يعني. فدونت بي افريد تو ابروتش الناس. فكروا في نصيحه كده اتعلمتها، وهي فكر ببطنك. يعني ايه فكر ببطنك؟ يعني روحوا خلاص يعني تمام، انا جعان هاكل يعني، ما فيش تهريج. فانتوا فكروا ببطنكم وانتوا بتصوروا يعني، هوب روح على طول واسال. ومش بقى بلاش السهم ده
وشايفين سهم بشع لو عايز اصورك بيو 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 لا خليكوا ممكن اصور شكرا والله شكرا جدا. والابروتش بيبقى انا عايز اصورك عايز اصورك لا بيبقى مور انت مهتم بالشخص مهتم بقصته ومهتم بجد ان انت تعرف الشخص ده بيعمل ايه لانه شدك جدا فتروح تتكلمه معاه وبعدين تبتدي تفكر في اللوكيشن قبل ما تقترح بعد كده تقترح وتصور على طول. دي بورسس مختلفة في أماكن مختلفة في العالم لناس لفتوا الانتباه بالنسبة لي وحسيت ان انا ايضا عايز اروح اكلمهم واصورهم واقول لهم انا بعمل ايه. ودايما يا اما بقى الانستجرام اكاونت معايا او معايا صور على التليفون عشان اوريهم بس ان انا مش متحرش او حاجه يعني لو ايه انا بعمل انا والله انا يعني بصور. في نفس الوقت الاتيتيود برضو يعني حاولوا ان انتوا بلاش حركه سريعه الصوت اللي هو يا اما كله بيبقى مونوتون ميت كده او كله عالي قوي الحاجات دي يعني خليكم في الهادي خدوا نفس لطيف. من اهم النقط بقى انا هسافر امتى نتحوش بقى طول السنه وعايز تسافر استغلوا الفقره بتاعت انه في ايفنت بيحصل في السنه لو هتصوروا ترافل فوتوغرافي بالذات بمعنى انه كل يعني تخيل كده تنشن مثلا في وقت المولد مثلا في مصر او احتفالية معينة أو حاجة في مش عارف سباق جمال فين حاجات من دي ففي الحاجات دي موجودة في كل حتة في العالم والعالم مليان بقى فكنت دايما بسيرش ان انا لو هسافر انشن لازم يبقى في يوم او يومين فيهم فيستيفال وفيستيفال اللي هو فيستيفال بجد يعني رعب يعني. ده كان في الهند وكان اول مره اسافر الهند كان مع ايمن جمال صديقي وهو اللي ايه اختار اليوم ده ان احنا نروح فيه كان ايفنت ميني حج يعني حرفيا يعني حجيت الحمد لله مرتين هناك في الهند وكان في 100,000 بني ادم في اللوكيشن في الحته اللي احنا كنا فيها اللي هي قد وسط البلد مثلا مش عارف اوصف قوي بس يعني كان في 100,000 شخص واحتفالات بقى وسليبريشنز فظيعه. فانت دايما الايفنتس الكبيره دي بتبقى لطيفه بس الوقت قليل عشان بيبقى الواحد اكسبوزد قوي بيبقى مش عارف يتنفس بعد 3 ايام او يومين او يوم يعني حسب يعني الانتنسيتي. وبس اللطيف ان انت بتشوف كل طوائف الشعب بقى وكل الناس الحقيقيين بيبقوا موجودين واحد بيبقوا جايين زي كده الموالد بيجي يبات ويحط حاجته ويستقر. ده كان هولي وهولي ده كان من الايفنتس اللي هي ايه ضد الكاميرا يعني انت معاك كاميرا انت زبون مبدئيا فانت هتحدف عليك الوان وميه كارثه فلازم تامن الكاميرا بتاعتك بس هي كانت اكسبيرينس فظيعه يعني حاجه ما تتنسيش يعني. فهولي ده كان في نيبال واللي هو رحنا مخصوص اللي هو نشنت في وقت بحيث انه يبقى في يوم في نيبال يعني. ده الايفنت بتاع بوشكار اللي هي في الهند هي جيبسي تاون وكلها بقى يعني كنت حاسس بحلم يعني اول مره رحت كان في ايفنت كل البنات والرجاله لابسين اللبس بتاع التراديشنز بتاعهم وبيعملوا عروض وبعدين كل المصورين كل الناس كانت بتصور العروض وانا كان عندي فضول شويه بس ادي ظهري للايفنت فبص لقيت المشهد بقى كل الناس مستنيين دورهم علشان يطلعوا فانا طبعا سبت العرض وسبت كل حاجه وبقيت لوحدي بصور الجنرال صورت مثلا مش عارف 120 بورتريت لكل بنت لوحدها اللي هو شكرا ثانك يو واو كنت حاسس ان انا مش قادر بعدين هوب يلا اوريهم صور هيتحمسوا اكتر فتمشي. فافتكروا دايما انه مش بس شروق الشمس هو اللي حلو بتاع سانت كاترين ادوا ظهركم للشروق دايما هتلاقوا ناس بردانه بقى
ده لو انتوا فيكم طاقه اصلا. يعني مين؟ طب انا السؤال ده بس بيضايقني جدا، مين سافر سانت كاترين؟ لا 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 لا، ده مش صح. محتاجين تسافروا يعني قبل ما نسافر بره مصر روح كاترين بس، يعني وبلاش السفريه اللي هي ايه الكومبو لو يلا بينا، اللي هي بتبقى ب 175 جنيه، مش عارف ليه بس ليه 75، وبتروح هوبا واخد الاوتوبيس وتبقى بتترجرج فيه وتوصل الساعه 1 الصبح، وانا فين؟ محدش قال لك حاجه بقى، وتطلع حاضر، وتوصل فوق تسب الدين وتلعن وتبقى مش طايق نفسك وتدعي عليا ان انا قلت لكم ان انتوا تروحوا كاترين، فانا بقول لكم الاول ما حدش يعمل كده في نفسه. مدينه سانت كاترين مدينه، يعني انت مش جبل، هو انت ممكن تقعدوا في المدينه نفسها، يعني يلا نقعد في المدينه وكان نطلع الجبل، انما سابسو وتنزل تشوف فيورد، مش عايز اشوف زفت، انا عايز اروح وتبقى رجليك مش حاسس بيها مفقفقه، وفي ناس بتقع منك في نص السكه يعني، واللي هو رايحين في ديسمبر ما برد، يعني احنا هنا بنتلج، فانتوا خدوا بالكم القصه دي، ده احلى مكان رحت في حياتي، يعني هو انا سافرت 30 بلد حوالين العالم، ده اكتر مكان بحبه، اكتر مكان يعني رب بس يفضل، يعني اتمنى ان حاجه من الحاجات برضو المهمه اللي بعملها لما بسافر ان انا بروح على اي كشك اشوف البوست كاردز بتاعت البلد. طبعا بوست كاردز في مصر مشرفانه جميله جدا، فمش ببص عليها قوي، بس بوست كاردز في بره في حاجات حلوه وفي حاجات انترستنج وفي حاجات تقول لك اه حلو قوي ده كليشيه مش عايز اعمله، يعني او هعمله بشكل مختلف. فكان في حاجات كتير قوي كليشيهات حاولت ان انا ريكرييتد بشكل مختلف شويه. نعم. واحدة ست كان معاها رز بتأكل طيور، فخدت شوية في إيدي وقالت لي امسكهم هيجوا، فلقيتهم عصافير هناك غير عصافير هنا، عصافير هنا عارفة إنها هتتحشي هتتاكل، يعني فلو أنت فكرت كده يعني هتبص لها هتقعد على بعد كيلو مش هتقرب طبعا، يعني طبعا ده على الحمام نفس القصة، الحمام فاهمة هنا، يعني هم في مدرسة تقريبا عندهم بيقولوا لهم. فمسكت لقيت عصافير على ايدي ونوتردام في ظهري، فرحت لافف، كان معايا يعني ضيقه قوي، مش فاكر دي كانت 35 ولا 50، والعصفوره بطل بصراحه، جت ايه ظبطت لي الفريم. وبي اوير من حاجه برضو، وهي الصور اللي بتخم، اللي هي صوره اوف يا نهار ابيض، مثلا انا اتخمت حاجه انا وريم مراتي كنا في ايطاليا وشفنا بقى صور شانكوتاري وقف والجبال وبتاع والبيوت فوقيها لا لا بقول لك ايه هو ده، ما فيش كلام احنا نروح مكان ده، والقطر بقى وجري ورحنا، انا ما حطيتش الصوره من كتر ما مش حبيبها، بس يعني اللي هو بص ايه ده، هي دي الصوره اللي انا جيت بسببها، انا مش هي دي اليونان، يعني انا بس افتكرت الافيه، بس اللي هو ساعات كده الواحد بيتصدم انه لا لا ضحك عليا انا ده عايز فلوسي، وتلاقي الناس حرام قاعدين، ما فيش شواطئ هناك صخور، فالناس قاعده على الصخر زي التماسيح كده، عارف اللي هم نايمين واخدين شكل الصخره وعاملين مبسوطين، او ما اعرفش هم مبسوطين لا، بس انا مش مبسوط، وبصيت لريم كده وفي نفس الثانيه يعني احنا دافعين وكل ده جاري على القطر تاني ورجعنا البلد اللي كنا فيها فلورنس، ده لا 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 مش هنضيع وقت هنا، وبعدين اي مكان فيه تورتس بيبقى كارثه، يعني اي يعني للاسف يعني، بس يعني اللي هو لا لا مش هخش في الحته دي، ما علينا يعني خلينا اتكلم ولا بلاش عادي صح، بينجونز في الهرم تمام يعني كان دايما عندي الفانتزي بتاعت ان انا عايز اصور بينجونز في الهرم من سنين يعني، وبعدين جه في سنه من السنين كان في عرض بتاع حكاوي مهرجان حكاوي، فكلمت غاوي صديقي هو الفاوندر، يعني هو اللي بيعمل الفيستيفال بالمناسبه لازم تبقوا تشوفوه، ان هو مش بتاع اطفال بس، هو فظيع، اسمه مهرجان حكاوي،
بيجيب شوز من بره مصر ومن جوه مصر وبيعملوا عروض فظيعه. فده كان واحد من العروض اسمه زوزو، كانوا برودواي شو عباره عن حيوانات باحجام البني ادمين حقيقيين قوي، ولقيت فيهم بينجوينز، حلمي بيتحقق. لازم ابروتش ولازم اصورهم في الهرم، مش هفوت الفرصه. فاي ابروتش، وكان في قطط صورتهم في وسط البلد، ما اعرفش حد شاف الصور دي ولا لا، وضفادع صورتهم عند النيل. الموضوع ابقوا شوفوه يعني على الانستغرام، لطيف. بس بينجوينز كان بالنسبه لي كان ميشن، كمان تهريب البينجوينز جوه الهرم ده كان حوار يعني، يعني اللي هو كاريتا وعم بحبح، واسمه بجد عم بحبح، ولبس البينجوينز متوحش يعني، الشنطه مش عارف قد ايه. اكتشفت ان البينجوين ده حوار يعني، هو هوب وطلعنا بالكاريتا، وقلت عم بحبح عايز فيو للهرم محدش شافه او مش كوميرشال قوي. خدنا اللفه، قال لي اوريك 17 هرم، انا اللي هو ما اعرفش ان في 12 هرم يعني، هم 9 يعني. فقعدت اعد، اكتشفت انهم كنت فاكر انهم 3 طول عمر. فخدنا الفيو وهوب البينجوينز لبسوا، خدنا صور جلوبال وورمنج رسمي يعني. طيب شوتينج ايرلي بقى اور ليت، بنصحى بدري يعني ما بنأفويد الشمس يعني، انتوا عارفين طبعا يعني، وعشان ايه؟ عشان نعمل صور لطيفه. دي في الواحات، وده لحظه غروب الشمس، الشمس داخله ما بين كل الشجر ومنوره بس السبوت ده. والراجل اصلا انا دخلت المزرعه بتاعت النخل ولقيته خلاص كان بيجيب حاجه ونازل وعدى من النور، بس لا هرجع. رحت مرجعه تاني بس الحته، طلع بس فوق ورحت مصور الصوره ونزل، كانت بالظبط اقل من 5 دقائق يعني. الواحد لازم تبقوا فاميليير شويه بالكاميرات اللي انتوا بتصوروا بيها وبالحاجات، عشان هو الايزو كان ايه بقى، يكون الشمس نزلت والراجل اصلا بياكل وراح اروح. فخليكوا ايه صراع في الحاجات دي، الحاجات دي ما فيهاش وقت قوي الواحد يضيعه يعني. ودايما فكره ان الواحد يروح لنفس المكان تاني او يقعد فيه مده. لما سافرت المغرب سافرت كذا مره وبحب ارجع لنفس المكان تاني، فروحت المدابغ هناك ورحت يوم، بعد كده رحت يوم الاول اتعرف بس على الناس، ولانها مش كوميرشال قوي مش زي فاس. فاس دي اشهر مكان فيه مدابغ يعني، في يمكن في العالم يعني. فروحت اول مره، بعد كده رحت تاني يوم، ما كده قررت ان انا هقعد في مراكش. عاده الناس بتقعد في مراكش يوم ويمشوا، انا قعدت 8 ايام قاعد هناك مش بتحرك، والناس بتشوفني يوم واثنين وثلاثه واربعه، وابتديت ابقى مش الشخص اللي جاي يوم ويمشي. ف لحد ما ابتديت اعرف اصور، ودخلت بقى في بيوت الناس وعزموني على حاجات، وبقيت بصور في اوقات مختلفه، اروح الفجر واروح لهم بالليل. دي الساعه 12 بالليل في تونس. ده ساحة الفنا في مراكش. مراكش تقريبا من اصعب الاماكن اللي صورت فيها في حياتي. انت عباره عن دولار ساين يعني، انت صعب قوي ومش سهل عامه تصوير فيه، فمحتاج وقت ان انت تتعرف على الناس وتعرف تصور. كاترين، هو مرهق الصحيان بدري بس يعني لطيف، بيجيب ريفلكشنز وبيجيب مومنتس حلوه، والناس بتبقى نايمه لسه فمصلحه. طيب مهم قوي فكره الواحد يبقى عنده يعمل اصدقاء. حد شاف الصوره دي قبل كده؟ دي بقى يعني كل السوشيال ميديا ابتدت باخلاق المسلم يعني، دي كان برضو حاجه من الحاجات كان كابشن خطير، وشوكولاته باللبن حاجات بقى، وتوينت فايرل بشكل، والناس بقت بتحطها بروفايل، بقيت بلاقي نفسي بروفايل بيكتشر عند ناس. اوكي، واللي هو الله كل واحد كان بياخدها على حسب هو عايز يشوفها ازاي يعني، بس فيها حاجات عامله كده اخلاق. ده كان الاستاذ حسام دياب
يعني الجاد فادر بتاعي والشخص اللي علمني كتير قوي وكان مديري في تصوير في مصر اليوم، هو اللي كنا مع بعض في السفرية دي، هو اللي صور صورة كانت حقيقية جدا، يعني كان البنت كانت أول مرة تشوف صورتها، يعني كان موضوع غريب قوي. قررت مش عارف اعمل القصه دي تاني في حياتي ولا لا، بس عملتها مره، قلت هي مره يعني وخلاص. عملت حنه في النوبه، حد عارف الحنه في النوبه عامله ازاي ولا لا؟ عشان بس ايه، قعدت 3 شهور في ايدي يعني، واللي هو يعني 3 شهور مش انا عملت كارثه، لانه وانا بصور اللي هو يعني عايز ابقى بارت، شكلي برضو سائح ما فيش فايده يعني، ما في مش عارف اغير وشي، بس اللي هو ايه، طب اعمل حنه يعني تمام، البس جلابيه يعني اي حاجه يعني، بحاول ابقى بس فيتنج ان شويه على قد ما اقدر. فحطيت الحنه وقالوا لي ربطوا لي كيس عشان تبقى كويسه يعني، ونمت. دي المشكله ان انا نمت، صحيت عامل زي المومياوات، ايدي مش بتفتح يعني، هي انا كنت عامل كده، فاللي هو صباعي مش حاسس بيه، وبعدين مكبوس بقى في الهواء اصلا جوه فاكيومد، وفضلت الحنه في ايدي شهرين، وبعدين في صوابع بس لونها احمر، فبقى من كتير لدرجه الناس بتبص كميته ساعتها، ده كان 2006 مثلا، في لقطه كده ايه يعني. دي ست فاطمه، دي من اصدقائي في المغرب، وصورتها مرتين واقنعتها بالعافيه ان انا اصورها يعني، كان عجبني شخصيتها وطريقتها في الكاركتر وكل حاجه. بعد كده صورتها مره، كده صورتها تاني مره، بعد كده بالصدفه محمد هشام واحد صاحبي مصور لقيته بعت لي صوره من هناك، وقال لي بعت لي صوره معاها، فقلت له ايه ده انت ازاي قابلتها؟ قال لي انا فاكر ان انا شفت صورتك من كذا سنه، ورحت لقيت الست وفضلت مش موافقه انها تتصور لحد ما وريتها الصوره بتاعتك، تقريبا كلمه السر. وريتها الصوره بتاعتك، قلت لها انا صاحب اللي متصور معاك هنا، وهو اللي كان جاب لك الصور قبل كده، فالست وافقت على طول. فممكن حاجه بسيطه زي دي تساعد اصلا مصورين تانيين انهم ياخدوا اكسس يعني، فكره ان انتوا تطبعوا صور تدوس للناس تانية. ده من الحاجات اللي بحب اعملها وبخصصها في السفريه يعني، قبل ما اقرر بطبع كميه صور لكل الناس اللي انا صورتهم في السفريه، وده بقى روتين خلاص. لو كل سنه لو انا هسافر، طبعا كل سنه دي كان زمان، بس لو انا هسافر في المكان الفلاني بفتح الفولدرز بتاعته واشوف يعني، في صور كتير قوي بصورها مجاملات يعني، اللي هو عشان بعد كده الناس تاخد صوره، وممكن ده يديني صور اكتر بعد كده، او اقدر ان انا اخد اكسس في حاجات مختلفه. فبصور ناس كتير قوي، وبنسبه كبيره بلاقيهم تاني يعني، دول كانوا بعد 5 سنين رحت الهند تاني، ولقيت الناس كنت طابع معايا 3 كيلو صور، صوره 300 جرام ومعايا 100 صوره، يبقى صح حسبه صح 3 كيلو كارثه يعني، A4 كلهم، ولقيت 60 شخص من 100، ودي كانت حاجة رهيبة يعني. وكان خصصت يومين في السفرية، السفرية أصلا كانت كلها 11 يوم، في يومين مجرد أن أنا بدور على الناس ألاقيهم عشان أديهم صورهم. ودي نفس القصة في نيبال، بصوا فرق أصلا البنت كبرت إزاي، ده كان فرق 5 سنين برضو، هنا برضو نفس، وهنا الراجل ده ابنه، وفي نيبال ووريته الصورة وقعد يعيط الراجل، وقال لي أنا ما عنديش صورة لأبويا خالص، وهو مات من 2 سنين، وكان متأثر جدا مش مصدق إن دي الذكرى الوحيدة اللي عنده، وقرر إنه يساعدني إن أنا ألاقي كل الناس. قعد معايا 3 ساعات، ما فيش لغة، مش بنتكلم، كانت في حتة صعبة قوي في نيبال ما فيهاش انجليش يعني، اللي هو هلو وشكرا يعني، ما فيش حاجة، فكنا ساين لانجوج، وادي له الصور ويقول لي ايوه نروح تعالى. 3 ساعات لحد ما لقينا حوالي 30 شخص ونديهم صورهم، لان هم كبروا، وفي اللي عزل وفي مين يعرف ايه، الموضوع كان رهيب يعني. بحب قوي اللعبة دي يعني، بحس ان انا ابسط حاجة ان انا اطبع صور اديها للناس يعني، انت اديتني جزء من حياتك فgive it back. حاجات من الحاجات المهمه وانتوا بتصوروا برضو فكره هايلايتنج السبجكت بتاعك، وهايلايت بقى سواء بكومبوزيشن او بفريمينج او بالوان او بحاجه.
هنا كنت بصور باوف كاميرا فلاش، كان معايا فلاش عشان اصور باك لايت ويبقى معايا فرونت لايت. طبعا الموضوع بيبقى صعب وقرار من الاول ان انت هتشيل الوزن ومعاك بطاريات، كارثه يعني، وما فيش ديفيوزر، فانا هضرب دايركت استبعد شويه. دي برضو كانت من القصص اللي كنت بجري متأخر على أصدقائي في زنزبار، ولقيت ست دي بتمشى على البحر، واللي هو نهار أبيض، مش عارفة هقعد أفكر بقى فيها طول مش ما لازم أصورها يعني، هي كاركتر فيري انترستنج ماشية حافية لوحدها كده. فاللي هو I approached على طول وقلت لها ايه ده يعني يعني مش عارف، ما كنتش عارف اقول ايه، اللي هو لوك سو بيوتيفول، طب انا لازم اصورك، لا قبل ما اصورك انت بتعملي هنا يعني، كان عندي فضول رهيب. قالت لي انا جيت من 25 سنه او مش فاكر 30 سنه وكنت بتمشى على البحر زي دلوقتي، وقابلت عيله في زنزبار وحبوني جدا وادوني بيت، ادوها بيت وبقى لها 30 سنه بتعمل كده يعني، هي عايشه في زنزبار، بتنزل كل يوم الهيم السويد تتمشى على البحر، وقالت انا مش بحب التصوير، مش عارف اروح يعني، ما خدتش النو فور ان انسر خالص يعني. بس قالت لي اوكي يعني ممكن تاخد كليك واحده، ولو حسيت الموضوع كليك كدوسه ده احنا بندر وتشوف بقى بعد كده. ودي برضو حاجه من الكوارث يعني، انتوا بتصوروا يعني، ربنا ايه طبعا يكرمهم، خلقوا الميموري كاردز والحاجات البطاريات كتير، بس التصوير الكتير وتختار في البيت ده كارثه، لانه بيبقى لا اختار بعينك قبل ما تصوره، اختاري كويس قوي انت عايز تصور ايه، لانه الكتير ده بيشتت بشكل فظيع يعني، فكري قبل ما تصوره. فقلت له ماشي، وانا بقى كل بقى احط كل الخبره بقى اللي انا اتعلمتها في السنين اللي فاتت، عندي كليك واحده يعني مش هينفع اقلش. ففي تركه كده لطيفه ممكن تبقوا تستخدموها لو انتوا بتشتغلوا في الفوتوغرافي، انا سالت عشان كده سالت في الاول، وهو انه عشان تتست اللايت ميتر وتشوفوا الموضوع مظبوط ولا لا، قبل ما تجربوا في الناس وتعذبوهم جربوا في ايديكم يعني، يعني صور الايديا بالهبل، اي قبل اي شوت لو الشخص واقف في نفس الإضاءة بظبط على إيدي كل حاجة يعني، إيدي سكين تون ده هو أكتر حاجة الواحد يظبط عليها النور، لأن أنت في الآخر بتصوروا بني آدم، فبتظبط على السكين تون وتظبط السيتنجز بتاعتك، فأي حاجة هتبقى هنا هتبقى إيكوال للشخص اللي هناك، لأن هما نفس النور، ما ينفعش أظبط على شمس وشخص يبقى في الظل أو العكس. فحط إيدك أظبط يعني هنا غير هنا غير هنا، الموضوع اختلف خالص، انتوا تظبطوا على السكين تون وبعدين يلا بينا كل حاجه مظبوطه، شاتر سبيد مش مهزوز، هتنفس هيطلع بلوري ست مش هتعمل كل بقى ايه الايزو مش بيزكس، تك 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 تك، لايت ميتر مظبوط، اوكي شلت ايدي اللي مظبوط هيطلع بالظبط. فالتركه دي فرقت معايا برضو، دي مهم قوي برضو، الشوت ليست بتاع السفر، وهو ان انا عندي بورتريتس ساعات بعمل شوت ليست كده لطيفه، هو انا هعمل مثلا انا هسافر بلدي، فانا عايز صبح وبالليل، وعايز لاندسكيبس، وعايز فود، وعايز ايدين، وعايز ستات ورجاله وجندرز مختلفه، عايز اطفال، عايز ايه تاني، عايز ايه تاني، موفمنت حلو جدا، هي المدينه فيها ايه، طب عايز ايه تاني، بعمل شوت ليست عشان بعد ما ارجع ما اكتشفش ان هو في حاجه، في مشكله بقى وقع مني حاجه، فلا تك 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 بعلم على حاجه كل يوم بالليل واشوف انا ناقصني ايه عشان تاني يوم اعمله. ده مهم قوي قوي، عندي نوت بوكس كتير بقعد اكتب فيها. طبعا اسئله برضو يعني، ابقوا نوت بوكس فكره مهمه يعني، يعني دايما الواحد بيفتقد فكره الكتابه، بس لما بتقعد تبعد عن موضوع القلم وان انت تكتب انتوا مفتقدين حاجات كتير قوي يعني، لما تكتب حتى لو من غير لازمه، بس انا عايز اطلع اللي جوايا ده اكتبه في ورق، الموضوع بيفرق قوي.
قوي يعني بشكل رهيب، وبيساعد الجنريت افكار كتير قوي، بيساعد حاجات كتير يعني. ده بقى من اهم البوينتس، ان الواحد يبقى صبور بقى جدا جدا جدا، ويقرر انا هصور الصوره دي، فانا هقعد الوقت كله عشان اعمل الصوره. لازم تبقى صبور جدا عشان الناس ما تبصلكش، لازم تبقى صبور جدا ان انت تبقى مش متشاف. في كده نظريه في الدوكيومنتري فوتوغرافي اسمها فلاي اون ذا وول، وهو ان انت تبقى شايف كل الناس والناس مش شايفاك، فدي بتبقى صعبه وبتحتاج اكسس كتير قوي. ده في سانت كاترين اللي انتوا ما رحتوهاش لحد دلوقتي، دي في رشيد في ورشه صناعه السفن، شفت اول مره بينط وما لحقتش، جالي بقى لا 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 اكيد هنط ثاني، ما نط مره يعني، ما فضلت واقف مكاني. ومعايا كان واحد صديقي قاعد يقول لي طب ايه يعني، ما احنا ما يعني الدنيا هتليل، كان بجد يعني، اللي هو قلت له مستنيه، قال لي ما هو ممكن ما ينطش، قلت له ما ماشي بس ممكن ينط، في احتماليه انه هينط ثاني، ومش هقول له ينط برضه يعني. ففضلت واقف ثلث ساعه او تقريبا 25 دقيقه مش بتحرك من مكاني يعني، اصل تخيلوا بقى ايه، طب همشي وتيجي تبص كده بترفع عينك ليه ينط، فهقعد هبقى زعلان، فقلت مش هاخد قرار انا مش هبقى زعلان. ففضلت واقف الثلث ساعه متسمر في مكاني، قلت له انت روح انت انا مش همشي، ولقيت الراجل فعلا طلع، وانا اللي هو اوبا هينط، خدت وان فريم برضو يعني الحمد لله انها ظبطت ستيك، وبعد كده ما نطش ثالث يعني، هي كانت تاني مره وخلاص، بس كانت ورث يعني الموضوع ده. في ابو سمبل حضرت عرض الصوت والضوء بالياباني 3 مرات، تخيلوا محمود ياسين الياباني بقى يعني، حاجه كانت فظيعه. وليه حضرته بالياباني؟ طبعا اكيد ما اعرفش لو حد عنده فضول يسال السؤال ده، بس حضرته بالياباني عشان اليابانيين ساعتها كانوا بيأجروا المعبد كله في وقت الجولدن اور عشان ينبسطوا بالبنفسجيات دي. بعد كده بقى مصريين بقى اجانب كله في الاسود عادي يعني، مش فارقه، انما اليابانيين ممكن يبقوا 3 مأجرين المعبد كله بس عشان يبقى قاعد شايف البيربلز والبلوز، روقان يعني مش ممكن. فانا بقى تخيلوا بقى يعني، وده 3D projection، ده مش فوتوشوب يعني، هو في لقطه كده انا اول مره شفت الصوت والضوء جالي يعني، حضرته بالياباني 3 مرات برضو ما هقول لكم يعني، مش مزاجي قوي، بس اول مره كان الموضوع اللي هو اوف انا هتفرج ولا اصور ولا اعمل ايه. بعد كده قررت ياباني هتفرج، وبعد كده اشوف المصري اشوف ترجمته بقى افهم، وعشان افهم برضو السيكونس، لانه حاجه بتحصل كانت تختفي فجاه، فاللي هو طيب حلو. فشفت اول مره اتفرجت عليه بالياباني، كده شفته بالمصري، رحت تاني يوم قلت اروح بالياباني تاني، بعد كده فاتني حاجات يوه، رحت شايف مصري بعديها، رحت تالت يوم شفته بالياباني، بس كنت خلاص بقى عارف ان اللقطه دي رمسيس هيتنور قديم بقى يعني. وكنت اصلا رايح عشان فكره تعامد الشمس على وجه رمسيس، ده بيحصل يومين في السنه، 22 اكتوبر 22 فبراير، يوم ميلاده ويوم تتويجه، الشمس بتخش في المعبد ممر وتنور الاوضه اللي هي اسمها قدس الاقداس وتنور وشه في اليومين دول بس. فكل الناس كان زحمه مرعبه، هذا مش فاكر كان من كام سنه، 2013 او حاجه كده، واللي هو بقى انت 2 الصبح بقى انت قاعد جوه المعبد بقى بتتجمد وكده. انا رحت تقريبا في فبراير والاكتوبر 2 برد مش فارقه، وصورت السين اللي كل الناس بتقف الشمس منوره حلو، ما كانت ظهرك بقى الموضوع تلاقي، ودي تبقى جزء من الثانيه بجد يعني، هما كل الناس اللي كانت معديه فانا اللي هو اوف كرك وتركيز، واللي هو عبق السنين ولا العراق، كل بقى الحاجه بتطلع في جزء من الثانيه. دي برضو من الصور اللي تعبتني قوي، ان انا كنت عايز ابين موشن، وده كان سباق جمال، كان فرح بتاع سانت كاترين، وكان في سباق جمال، كان في 60 جمل بيوجبوا يعني، وبيروحوا ويجوا يروحوا ويجوا، فكان عندي الاوبشن شويه ساعات ان انا اظبط البانينج مع الحركه عشان تظبط الفوكس. تعذبت، جمل بقى بطيء جمل سريع، انا اسرع هم ابطا، عشان لازم عشان اجيب الحركه دي لازم ابقى بنفس السبيد بتاعتهم وانا بتحرك كمان، لو واقف تك تك ما تظبطش، لحد ما ظبطت في الاخر يعني. نفس سانت كاترين
لما التلج نزل في 2014 اول ما عرفت هوب طياره مش هروح بالعربيه اصلا يعني ما فيش وقت التلج هيسيح والله عملت كده دي في المنوفيه في سوق خضار وطبعا نزلت يعني صاحب السوق عرفته وكنت عارفه يعني والا كنت مش هطلع من هناك يعني واستأذنت وصورت وفضلت واقف كتير قوي في نص السوق بالكاميرا شكلي طبعا سائح ساذج يعني حاجه انت ايه ده انت ليه واقف هنا يعني واقف بكاميرا واقف اصلا يعني مش لازم يبقى معاه كاميرا لا خالص لان انا كنت نازل تبع حد والناس هو ده اللي كان الشخص اللي عامل السوق وعرفهم يعني وبالعكس رحت اتكلمت معاهم كانت تجربه غريبه قوي ان الناس ما كانش عندها مشكله يعني هي القاهره بس هي اللي صعبه شويه يا جماعه يعني هي دي كارثه يعني هي دي مشكله تقريبا بس كل ما بنبعد عن القاهره كل ما تلاقوا الدنيا بتفك شويتين ثلاثه او السيتيز بالذات يعني اي سنتر في اي محافظه هتلاقيها عامل زي القاهره بس نموذج مصغر بائس كده عامل كده فابعدوا عن المراكز وروحوا في حتت ابعد هتلاقي الناس هديت واتالطف ومطمنين لبعض عشان هم كلهم عيله واحده مش غرب مش حاسين كل ناس بتسرقهم او بيبصوا لهم او يعني للاسف يلا ما علينا طيب ده في رشيد وكنت عايز ابين السكيل بتاع المركب لانه لو صورت مركب من غير اي ريفرنس مش هتبقى باينه هي حجمها عامل ازاي لحد ما طلع لي من تحت الارض ولقيته ايه الله رزق هذا انا مستني بقالي شويه فربنا رزقني يعني. نفس القصه هنا كنت في تونس واستأذنت من الراجل ان انا اصوره عم مصطفى وقلت له انا عايز اقعد هقعد معاك بس تلت ساعه او حاجه ما تزهقش مني يعني قال لي براحتك فضلت واقف على الناحيه الثانيه من الشارع واقف مستني اي حاجه تحصل يعني صورت الصور العاديه كده اكيد في حاجه تحصل لطيفه يعني لحد ما جه واحد صاحبه ما سلمش عليه حتى يعني هو دخل قعد اللي هو الراجل ده ولابس الشاشيه التونسي وقعد فتح الباب جنبه كتاكيت خطير وراح ايه فضل قاعد شويه كده بتاع 10 دقايق وراح قايم يعني هو ما اتكلمش اصلا مع مصطفى حتى يعني هو جه تقريبا عشان انا استنيت او ما اعرفش يا ربنا يحبني بس اللي هو يلا خدي فالصبر مهم قوي طيب ده اهم مين كم حد عمل باك اب لتليفونه بقى يا جماعه ارفعوا ايديكم كده يا نهار اسود طيب ده يمكن تكون اصلا المحاضره بتاعت النهارده دي عشان ترجعوا تعملوا باك اب بسرعه يعني ده بجد والله نعكسها كم واحد مش عامل باك اب لتليفونه صعبانين عليا والله يعني نعمل كده او نروح كونتاكتس بتقول ايه الداتا اتمسحت اصلا راحت يعني ولا مش راجع ليه ما عشان كده بعمل باك اب اسرع بقى يعني هي دي الفكره ما انت تعمل باك اب للباك اب ودي نظريه اتعلمتها برضو بعد ما اتقرصت يعني ان انا الهاردات طبعا يعني ايه كارثه يعني بتتكاثر يعني وطبعا ميك شور ان انتوا عندكم هارد عليه حاجات بس بره البيت من بعد الشر البيت ولع مثلا اي حاجه حصلت سرق يعني اي كوارث من الحاجات دي بقى عندك بس شغلك في حته فباك اب وتبقوا عارفين ان انتوا عملتوا باك اب للحاجه وبعدين الباكينج اب بقى ده قصه نيو فولدر 1 ونيو فولدر فاينل ان شاء الله ونيو فولدر نيو فولدر وانتايتلد اصلا وانتايتلد 1 1 1 1 1 1 بعد كده نقط انا بطلت القصه دي من 2008 وبعد ما اي لوست كميه صور مش عارفه مش لحد دلوقتي هي في خلاص بقى في مش عارف هي في اليونيفرس في الحياه موجوده يعني هي كويسه هي بخير فين بقى انسوا مش هتتلاقى مستحيل الا لو بالصدفه برضو لقيت فتحت فولدر غلط ما هتلاقي ايه ده
يعني هو الناس كبرت مثلا عشان ماتت اصلا. فاول حاجه ابتدوا بتاريخ، دي حاجه اتعلمتها في موضوع الباكينج اب يعني 2022 كاندرسكور. الاندرسكور ده بيفرق قوي في موضوع السيرش انجن بدل السبيسنج، يعني بيساعد اكتر ان واحد حاجه تتشاف. بعد كده المدينه او المكان انتوا بتصوروا فيه، بعد كده تايتل، مش لازم بقى صوره محمد ابو نضاره حمراء، الحاجات اللي هي ايه اللي هو انت مفكرينها السبام شهر وبعد كده مين محمد ابو نضاره حمراء تبقى مش فاكرين خالص. فتايتل تك 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 عشان تعرفوا، ويرموا بقى جوا كل حاجه مش مشكله. يعني طبعا يفضل انه يبقى دي 1 دي 2، طب تفصيله شويه تحط الميتا داتا اصلا، ده ليفل طبعا ده ادفانس قوي يعني، ده يعني احلام، يعني احلام العصريه كده ان انت ايه تحط في الصوره الديتيلز بتاعتها. سلام لو نعمل كده، ولا بنبسط قوي لما وقت الصحافه كنت بعمل كده غصب عني. فدلوقتي الله صوره حلوه قوي بس مش فاكر ايه دي امتى اصلا، ولا مين ده، مين اللي واقف ده. تيجي تفتح ميتا داتا، ده الراجل اللي رسم الجرافيتي سنه، اوف ببقى سعيد قوي. بس وانا ساعتها انا ده الراجل اللي رسم الجرافيتي عادي، انا هفتكره انا بنسى ولا ايه، شهر او اقل. دي اخر نصيحه يعني، وهي ان انتوا ما تبطلوش تصوروا، وما تبطلوش ما تحبطوش من فكره انه ايه ده الدنيا صعبه وانا مش عارف اصور، دي كلها تلاكيك وحاجه فاضيه وكلام فارغ. سوري يعني. فانزلوا صوروا، حرام الكاميرا اللي قاعده في الدولاب بتعيط او متربه، فياريت تنظفوها برضو، وياريت ما تشيلوش الكاميرا لينس من الكاميرا عشان تبقوا فاكرين انتوا كام حافظين عليها، فلا انتوا بتدمروا السنسور. فيعني هخليك كاميرا بالسنسور بتاعها، حطوها في شنطه عشان هي كاميرا عادي يعني بتحط في شنطه، يعني ناخد بالنا منها. بنجيب لها ميموري كارد سريعه عشان ما تقعدش تحرق، يعني استثمروا في حاجات بسيطه جدا. ومش فارقه انتوا بتصوروا بايه، كاميرا موبايل بوينت اند شوت فيلم، الفكره كلها انتوا شايفين ازاي. ودي هي دي التركه، مش تكنيكال. كان زمان كل الناس بقت كل حاجه، بس اللي بيختلف شخص من التاني وهو شايف ازاي وبيفكر ازاي وقرا ايه وسمع مزيكا عامله ازاي واتفرج على افلام عامله ازاي وسمع اصلا كلمه سمع دي صعبه قوي، سمع سواء فيدباك سمع محاضرات سمع حضر حاجات، كل ده بيصب في ان انت وانت بتصور بتتصرف بشكل مختلف او بتعرف تتعامل مع الناس. ده اندنج درامي. لو حد عنده اسئله بقى يقول لي. لا عندنا الاوبشن ده ولا ايه؟ مش ممكن اشوفهم بقى شويه. اتمنى استنى كده شغال الحمد لله. هنا الو 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 هاي انا هنا اهو. هو بصراحه سؤالين مش سؤال. السؤال الاولاني واحنا بنصور يا اما يعني تو انجوي ذا مومنت ولا هنصور. اوقات كتير قوي بحس ان انا لما بنزل اصور ان انا بضيع وقت كبير قوي في ان انا بفوكس قوي ان انا ما بعملش حاجه غير ان انا بصور وبنسى ان انا استمتع بالمومنت نفسها اللي انا فيها. السؤال الثاني لحظه بس اجاوب على ده بس عشان ما انساش. طيب ده سؤال صعب قوي 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 قوي، وهي انبسط ولا صور. فلو عندك مشكله في الانبساط بالتصوير يبقى في مشكله، يعني لانه ساعات الواحد بيبقى انا بيجي لي الحالات دي ساعات اللي هو انا انبسط ولا اصور. طب انا دي معناها ان انا مش مبسوط بالتصوير ولا انا حاسه مكتفي باللي انا عايز احتفظ بده لنفسي، فانا هسجل المومنت دي بعناية. انا عملت كده في حاجات كتير، بس المشكله في لحظه الندم، هل هتندمي ولا لا؟ لازم تاخد القرار قبلها. انا هنبسط دلوقتي هندم بقى انا كان عايش صوره خساره، ولا انا مبسوط قوي ومش محتاج ان انا شير ده مع حد. فانا مبسوط بنفسي او معايا بارتنر وانبسطنا ده، وده ساعات بنعمله انا وريم كتير اللي هو ايه نبقى شايفين حاجه واللي هو لا مش عايزين حاجه تديستراكت فكره ان احنا مبسوطين باللي احنا شايفينه، فخلاص اتحفظ مخي مش محتاج ان انا اسجله او حاجه. بس دي يعني بالذات حفلات مثلا اللي هو حفله واوف وحد
وانا اللي هو انا كنت في الاول باكل في نفسي اللي هو مش عارف اصور مش عارف اركز طب انبسط طب صوره طيب صوره تبتدي بصوره باي باي بقى مش بشوف بقى حد ولا وابقى مركز قوي ومتحمس. فهي قرار صعب جدا بس هو قرار ما ينفعش حد ينصحك بيه، لازم انت اللي تاخديه وتبقي عارفه عواقبه اللي هو انا مش هندم. ومن الاول يعني في مثلا سفريات قررت انا اسافر بالتليفون لحد دلوقتي الحمد لله يا رب لسه، بس ما ندمتش لحد دلوقتي، بس بقى لي مثلا 8 سنين ما ندمتش. لو انا مسافر بالتليفون ايفون 4 كمان حاجه اللي هو بقى ايبود اصلا يعني مفهوم كاميرته بعافيه، بس انا هصور بيه وهو ده هطلع بيه صور. فهي يعني فاهمه قصدي صح؟ قولي ايه السؤال التاني؟ السؤال الثاني هي دي الفكره في حاجه بقى انا سامعها الفكره في حاجه انه ده برضو قرارك انت، انت اللي واخده القرار من الاول انه انا حسيت بحاجه فانا عايز ادوكيمنت ده ولا احس بالندم ولا انا مش عارفه انا عايز اعمل ايه. طب انا مبسوطه بس حاسه بحته كده في جلد كده اللي هو فده قرار من الاول صارم وصعب جدا ولازم الواحد ياخد في يمين شمال ما فيهاش جراي يعني. وممكن اللي هو اخد صوره بس عشان دوكيمنت اطلع بالفيديو كده عشان انا بس انا حضرت، انا حضرت يا جماعه انا مش لازم اوريه لحد بس انا حضرت. يعني هو دلوقتي بقى الاثبات في الحته دي. وبعدين الكومبيتيشن بتاع السوشيال ميديا بقت كارثه، دي حاجه برده نسيت اقول لكم عليها طبعا انتوا عارفينها بس بجد تحفه يعني. يعني ده بيض وده اكل يعني في حاجات كده اللي هو انا مش غبي يعني او مش عارف ده اللي بياكل كمان مع الناس وده الالجوريثم بيحبوه قوي. السذاجة الدايركت دي اللي هو لا ما تأكلنيش في بقي انا عايز افكر، انا بني ادم شويه مش عايز افولو ترند عادي يعني تمام قلت او قطيع مش عايز امشي وراه. كل الناس بقت تن 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 نفس صور كتير قوي اللي هو نفس التراك رحمونا صعب قوي قوي قوي. ف try not to follow trends وفولو نفسك انت حاسه بايه وبتحبي ايه وعايز توصلي فين. ما تقارنوش بعض، ما تقارنوش حد اصلا بيكو خالص لان السوشيال ميديا دي كارثه. هي اصلا قايمه على الكومباريزن وبقع في التراب ده على طول يعني. انا مش يعني مش جاي لكم من الفضاء يعني، بس اللي هو ببقى قاعد كده اللي هو اول ما احس بقفش نفسي امسك التليفون لا 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 يا ساتر. وتخش بقى في عربز جوت تالنت وبعد كده بريتش بيطلعوا لك كده بقى جون روس كريستيانو رونالدو تلاقي حاجات حسب بقى يعني او بيبيهات او كلاب يعني في كل ده برضو انتنس يعني. انا بس قبل ما حد يمشي انا عايز اعمل ناخد صوره لحظه او اكشلي فيديو يعني هنبقى سايلنت خالص وبعد كده هلف وهنعمل دوشه وهرمي المايك اسف على البوينتر اللي وقع ده كانت انتنس. طيب بعد كده نكمل اسئله تاني عادي يعني اقول لك ان ماشي. طيب ده فيديو جد بس يعني لما يلا اهو لا ما هتقول اخبطوني هنعمل صوت لما اجي يعني مش عايزين فضايا. طيب لا لا تاني 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 يلا اهو يلا كمل أسئلة بقى عادي. في سؤال تاني ايه اللحظات الفاني اللي انت تعرضت لها او اكتر لحظة فاني تعرضت لها او لحظة محرجة اللي هو يعني يا ريتني ما كنت بصور كتير زي ايه يعني اهم لحظات مثلا الحاجات اللي انت فاكرها قوي يا نهاري صعبة قوي. طب ماشي يعني هفكر فيها وهرجع لها تاني يعني. طيب يعني هاخد سؤال تاني بس هفكر فيها صعب قوي بس في مصايب
هرجع تلاقيش. ازاي لما بتسال الناس بيبقوا حاسين انك بتصورهم؟ الموضوع مبقاش عفوي قوي زي العادي. في نفس الوقت لو صورتهم من غير ما تسالهم فاتس ان اثيكال انت بتصورهم وهم ما يعرفوش. حلوه قوي بقى ان اثيكال دي بقى. أيوة. تعالي بقى ايه عشان دي ممكن نعمل فيها سيشن ثانيه يعني ما يعني طيب صعب قوي ليه رحنا هناك ليه. طيب فكره ان اثيكال او اثيكال انا مش بصورهم نايمين مع بعض وبيبوسوا بعض فاهم يعني اللي هو ايه انا في الشارع في بابليك سبيس والناس دي قدامي ومش صور في اوضه نومهم تمام فانا بالنسبه لي بيرسونلي لا ما فيش اثكس بقى في الحته دي طالما انا مش باكسبوز حاجه معينه ده بالنسبه لي انا ده ديبيت نقعد فيه شهور ده بس ده واخده قرار من زمان يعني بس في نفس الوقت انا بابروتش الناس مش بصورهم غصب يعني انا مقتنع بده وما عنديش مانع الناس تصورني برده في الشارع عادي تمام مصورني من غير اذن ما عنديش مشكله بس ما تبقاش سخيفه اتنين بلاش سخافه دي لزاجه يعني ده مش اثيكال ده 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 واحد تلح عارف فاهم قصدي ايه اللي هو ففكره اثيكال بقى او تستاذن الناس هي دي بقى المشكله وهي انك لما بتستاذني حد بيبقى اوير فبيبقى عامل كده وبعد كده بيبقى عامل ابو طارق على طول وبعد كده بيبقى حاجات اللي هي العهد دي بس فايه فانت اديله في براحه خليه يصوري كده والحاجات دي كلها بعد كده لا تطلبي من الشخص بقى بليز عايز اعمل لك صوره بص الباب تاريخ والمكان وقف عايز صوره كده خطيره بعد كده مع تالت رابع خامس صوره هيبتدي يزهق وايذر هيبقى مقرف ويمشي وده مش بيحصل او هينساكي تماما خلاص اللي هو تحس بالراحه وقولي له لا لا كمل شغلك اكنك مش شايفني انا شبح انا بقول الكلمه دي كتير يعني انا انت شايفني لا انا مش هنا بس كمل بقى واقعد معاهم بقى تلتايه نص ساعه الا ربع حسب انا محتاج ايه او ما عملتوش ولا لا وعادي جدا انك تحركي شخص طالما مش دوكيومنتري فوتوغرافي تقدري تحركي شخص من مكانه ما تغيريش ناراتيف بس عشان ده بورتريت فممكن يبقى وراه حاجه في حاجه مضايقه الموضوع انما لو بتصوري في صحافه او دوكيومنتري ده بقى اللي مش اثيكال خالص ان انا اشيل بفوتوشوب حاجه ان انا سيت اب حاجه احبها لا يعني او شيل البتاع ده واعمله في الفريم هنا عشان تطلع انت هنا والناس تبقى من تحت رجليك باينه ده سيت اب ده مش اثيكال ده كده انت جرافيك ديزاينر او ارت دايركتور انما دوكيومنتري فوتوغرافي صرف بنتكلم يعني زي ما قال الكتاب ان في مصورين كتير قوي بيعملوا كده صور بتاخد جوائز عالميه مصورين مشهورين كمان بس بيبقى عنده التاتش لا لا ده انا ارتست انا هبل ارتست يوزف ما فيش حاجه اسمها كده انت فوتوغرافر دوكيومنتري فانت بتصور اللي بيحصل هتتدخل يبقى انت ما بقيتش دوكيومنتري فوتوغرافر بقيت مانيبيليتر ليترلي يعني فهتتدخل في حاجات اكسبشن تدخل فيها انت تصور بورتري فهو في الاخر البورتريت ده انت يكنترول الشخص ويكنترول الانفايرمنت وكنترول اللايت جاي منين كنترول ايموشنز عشان تطلع حاجه انما دوكيومنتري انت يو اوبزرف مش يو دونت كنترول فهي دي الاثكس انا بالنسبه لي الحته دي مهمه قوي وكل ما تدي وقت كل ما الموضوع يبقى اكسسبل اكتر كل الموضوع يبقى اسهل وفي نفس كده بفكر احنا ممكن نقفل البروجيكتور انا بسال ايه ده ايه اللي حصل قول طب ماشي كان في سؤال ماشي قول بسال من انه انت لو بتسافر عشان تصور حاجه معينه يعني انت بتسافر كذا دوله او دوله من دوله لدوله عشان تصور حاجه معينه يعني مثلا قال لك مثلا جاتك فرصه انه تصور مثلا شلال في دوله معينه انت هتروح وهتسافر عشان تصور شلال يعني في الاخر عايزين صوره واحده انت بتسافر من دوله لدوله عشان تصور صوره واحده ايه رايك في الحاجه دي هتاخد فلوس ولا لا بغض النظر يعني لا تاخد لا مش كان هتاخد فلوس ولا لا يعني الناس اللي انه هتاخد يعني اسمعني بس ما انت هتصور الشلال عايزين الشلال خد الشلال بس أيوة. اكيد في حاجات حوالين الشلال انت بقى كشخص انتوا عايزين الصوره دي اعملها لكم حبيبي هات فلوس طبعا عشان انت مش طالب مزاجك يعني الا لو انت بقى غاوي شلالات يعني ده حاجه مختلفه طب انا
انا كنت في موقف زي كده. انا رحت بصور في جبل مره دي منطقه في السودان بصور تقريبا 15 شلال. يعني انا رحت كان معي 2 كاميرا يعني انا بديت بصور من تحت انا قبل ما اطلع الجبل فوق. سؤال بس, ده كانت اساينمنت؟ كان مطلوب منك تصور ده يعني؟ كان لا فيها لا اي راح مزاجك سبيشالي. طيب حلو. فانا رحت كان معي كاميرا, كل ما اروح قدام بلاقي حاجه اجمل. فانا بصور, انا ماشي 3 ايام في الجبل فوق, 3 ايام في الجبل فوق. فانا بصور كل مره بلاقي حاجه اجمل من الثانيه او منظر اجمل من الثانيه. فانا يعني الكروت كلها خلاص فل, وكل مره بيروح فمش عارف امسح الحاجات اللي ورا ولا مش عارف اصور دي. يعني خلاص الكروت اللي عندي كلها فل. حلو قوي ماشي. طب انت المواقف زي كده ممكن تعمل لها سكيب؟ المواقف اللي زي كده بتتعلم التعليم بشكل صعب, والمره الجايه تجيب ميموري كارد اكبر, ده رقم واحد. ده بجد تجيب ميموري كاردز لازم يبقى مأمن نفسك, لانه انت بتبقى بتصور كتير قوي ومتحمس, وتيجي توصل بقى للحته اللي انت اصلا رايح لها انت كنتش متخيل ان انت هتلاقيها, تلاقي ان انت معكش سبيس. فدي هي بتحصل فيك مره بعد كده, يا اما بتنسى الميموري كارد اصلا في البيت وبتروح من غير ميموري كارد, ودي حصلت لي قبل كده كتير قوي, وببقى في شوت مهم جدا ونازل متوتر واخد الكاميرا واللايتس, وبعد ما اوصل مفيش ميموري كارد. يا نهار اسود, والراجل داخل من الباب اللي هو هعمل ايه هعمل ايه. والحمد لله ربنا بيسترها يعني, بدعاء الوالدين وبتتصرف. انما في الكيس بتاعتك انت اتعلمت, فانت خلاص ما عندكش اوبشنز غير ان انت تجيب ميموري كارد بجد المره الجايه. او انا مش بحب امسح صور, هي دي المشكله. هتنبسط بقى بالشلال بقى وخلاص, يعني انزل في الشلال يعني, فاهم يعني؟ ما عندكش اوبشن تاني يعني. بس بجد, او ترجع لصورك وتحاول تفلتر, ودي اصعب قرار في الدنيا ان انت تفلتر على سكرين صغيره. بس لو انت شايف قدامك حاجه وحاسس انت مش هتعرف ترجع مكان ده تاني في حياتك خالص, هتضطر تعمل كده. بس دي اخر اوبشن. وممكن تستلف ميموري كارد من حد يعني, تصور بالتليفون. انا مش كده بقول لك, مش لازم كاميرا خالص. احنا معانا سؤال كمان عشان لازم ننطلق. اوكي, انا هنا انا عندي سؤالين. اول سؤال بخصوص ان انا عندي مشكله ان انا بشوف الحاجات كتير حلوه جدا, لدرجه ان انا خلاص بقى عندي فوبيا ان انا افتح الداتا اصلا القديمه اللي عندي. انا بقيت عماله اجمع في داتا وخلاص, جمع خلاص يعني, بقت اللي هي ان هي موجوده في مكان ما في العالم. فانا مش عارفه ازاي ان انا اقدر اتغلب على هذه النقطه. طب انت خوفك من ان انت تشوفي الحاجات اللي انت عملتيها ولا هعضيع جوه؟ نعم, يعني هقع في هذه ايه المشكله؟ ليه مش عايزه يعني, ليه مش عايزه تاخدي التجربه يعني؟ ايه اللي مخوفك منها اصلا؟ ممكن مثلا ما تبقاش حلوه, بتبقى كتير كلهم شبه بعض. ايه المشكله؟ ما هو ده, دي كانت حاجه وكان ده تجربتك في الوقت ده وده اللي حصل. فا ايه المشكله لما تطلع وحشه؟ ما انا لما برجع لصوري بعد من 10 سنين اكيد مش زي دلوقتي. اولا التكنولوجيز اختلفت, انا اختلفت, شفت حاجات اكتر. يعني في حاجه هقولها لك برده بعملها كل سنه. كل سنه وقت 25 يناير بدخل على نفس الفولدر بتاع الصور اللي انا مصوره بقالي 11 سنه. كل سنه بلاقي صور جديده, ما اعرفش ازاي, ما عنديش اي فكره. كل سنه بفتح الفولدر بلاقي صور جديده, مفيش حد بيزود فيه. هو الصوره ببقى تقريبا ما شفتهاش من 10 سنين عشان مخي ما كانش شايف ان دي صوره حلوه, او انها ممكن كيبل. انا بقيت اشطر شويه في حاجات معينه, بقيت بفكر بشكل مختلف, فمقدر الحاجات بشكل مختلف. ان انت بتكبري فالموضوع بيختلف كوجهه نظر وكرؤيه. فكل سنه بتيجي كنت بلاقي صور جديده لحد دلوقتي. يعني دي اكسرسايز فظيع. الفكرة انك تواجهي نفسك, انا هقرر اقعد على الصور دي وكفاية, كفاية انتاج حاجات. لا, انا محتاج اشوف اللي انا عملته ده. بس ما تقعيش في الحفرة بقى, لان دي حفرة مرعبة. لو قررت انك تقفلي على نفسك وتقعدي, حددي لنفسك اسبوعين انا عايز اعمل ويب سايت. طيب كم حد عنده ويب سايت بجد بقى؟ ويب سايت www.tabdamna.com. طيب احنا فوتوغرافرز, فانتوا محتاجين ده 100%. يعني سيبكوا بقى من انستغرام كمان فاضي ده يعني, وبيهانس كل الحاجات دي جميله وكل حاجه, بس الويب سايت اهم حاجه واهم تول تقدروا تحطوا عليه الشغل اللي بجد وتعملوا ادفرتايزنج لنفسكم. ده ما فيهاش تهريج يعني.
وده بياخد وقت ممكن سنين على فكره. بس الفكره انه انا عشان انا عندي ويب سايت حاجز الدومين وبعد كده فضلت قاعد كتير قوي خايف هفتح فولدر ايه ولا ايه، بقى لي 10 سنين بصور كارثه، وبعدين نيو فولدر 1 الحاجات دي اللي في الاول دي ما هعمل فيها ايه. فبقيت باخد بالي من الترتيب عشان اعرف ارجع للحاجه، فكنت باخد بالي من انا هعمل ايه بالظبط وهختار حاجات عامله ازاي، وبقيت ابتديت افلتر بيزد على مش مشاعري قوي قد ما ان الصور تكون شكلها كويس بتبين مقدرتي كمصور اعرف اعمل ايه وما اعملش ايه، عشان لما يجي كلاينت هيقول لك انا عايز زي ده، فده لازم تبينيه بشكل كويس. مش الله انا عجباني الصوره شكلها في فراشه معديه فانا اتاثرت فانا بحب الصوره، حبيها انت مش مشكله، بس تعرضي شغلك بقى بجد لو تجيبي شغل يعني غير بلوج. بلوج ده حاجه بيرسونال تقدري تحطي عليه الحاجات، بس حرام الماتيريال اللي موجود ده يبقى انت مش مرتباه ومطلعاه. انا كل فتره باخد بقفل على نفسي كده اسبوع اسبوعين لو عندي اجازه عندي وقت ايا كان، هقعد مش هطلع من الاوضه، هركز في الحاجات دي واطلع الهايلايتس واكتب واحاول افتكر واكتب نوتس عشان ما انساش، عشان الواحد بينسى يعني، جاي لكم مستقبل وكنت هتنسوا يعني انسى مفيش مستحيل، لو سافرتوا كتير هتنسوا، فاكتبي نوتس اعملي سكراب بوك فكري الموضوع بشكل مختلف عشان تتسلي. لو انت خايفه تواجهي ده واجهيه بانك تكتبي حاجات، تحطي ستيكرز، تجيبي تيكتس بتاعه المكان تحوشيها تعملي ايه، ابتدي اصلا من الرحله الجايه وبعد كده ابتدي ارجع للحاجات. لازم عندك بروجكت عندك هدف عشان تقدري تبني عليه. السؤال الثاني بقى ازاي بقدر يعني بالنسبه مثلا ان شغلك اغلبه ارتستيك اكتر يعني في حاجه فنيه مش كوميرشال قوي، فازاي بقى انا محتاجه الكوميرشال ومحتاجه في نفس الوقت ارت يبقى عندي داتا الحاجه اللي خلتني اصلا احب التصوير من الاول واعمل بالانس ما بين الاثنين. يعني النصيحه ربنا معاكي طبعا الموضوع صعب قوي ان انت ازاي تبالانس فكره الكوميرشال بالارتستيك، ودي مش بتيجي يعني كده يعني، محتاجه وقت ومحتاجه صبر ومحتاجه ان انت تيجي على نفسك ساعات في حاجات تبقى مش راضي عنها قوي قوي يعني، بتحط التاتش بتاعك برضو بس اللي هو الكلاينت عايز كده، فاللي هو ماشي يعني هعمل لك كده، مش شرط احطه في البورتفوليو بس بحاول بقدر الامكان ما اعملش كده دلوقتي برضو يعني، بحاول ان انا لا انا عندي وجهه نظر وعايز اشارك وجهه النظر دي، انا مش جاي انفذ وخلاص، ولو هو عايزني انفذ بالشكل ده عايز البوستر عامل كده وعايز البورتريت عامل كده، حاول ان انا احط بس حاجه من انت بتحسي بي روحك حرفيا يعني، فانا عايز يبقى ليا بصمه بس، ودي حاجه اتعلمتها في كل السنين اللي فاتت ان انا لو رحت في اي حته لازم يبقى ليكي فينجر برينت عشان الناس تفتكرك، سواء بقى بشغلك بطريقتك في الكلام بطريقه معاملتك للناس كل الحاجات دي بنظامك يعني ان كان بقى، فما تخافيش تواجهي الحاجات، اقعدي وقرري ان انا هقعد القعده دي مش لازم احقق حاجه، وعادي الصور ممكن تبقى وحشه او حلوه مش فارقه، ده تاريخك هو ده اللي خلاكي توصلي في النقطه دي دلوقتي. ممكن يا لو انا رجعت بالزمن مش هيحصل، ما اخترعوش لسه تايم ماشين زي فما لهاش معنى اصلا، فخليكي في الايه اللي جاي، بس اللي فات ده بالعكس بي براود اوف، خليكي فخوره بنفسك فخوره ان انت وصلتي النقطه دي، وبلاش تفكري في الناس بتعمل ايه، وهي دي الكارثه، تشوفي اللي حواليك عاملين ازاي وبيعملوا ايه هتلاقي نفسك بوم كل حاجه وقفت. شكرا يا جماعه يعني بجد. Thank you so much, Hyman, for this amazing talk. The trophy. Thank you so much. Merci, merci. It's a hello. Bel mic or from here? Yeah.